صراحه اثمان ولات غالي بزاف ديال المباريات، 50 درهم 60 درهم كيوصل حتى 120 درهم، ثمن غالي بزاف. حنا كنطالبوا المسؤولين يديروا لنا شي شاشه هنا كما كاع المدن ديال المغرب كيتفرجوا الناس في الشاشات ديال العالم، كاينه في العالم كامل الناس كيتفرجوا في الشاشات بوبليك، الناس اللي بغى يجي يتفرج فابور باش انك تفرج في اربعه الماتشات، يعني 200 درهم 200 درهم راه ميزانيه ماقدرش تخلص 50 درهم، ماقدرش نتفرج جوج ماتشات، تفرج في ماتش واحد، يعني جوج ماتشات راه ماقدرش نتفرجوا فيهم، كنتفرجوا من عند الناس بحال هكا في الزنقه. المطلب ديالي اخويا هما يعملوا لنا شي شاشه ان شاء الله هنا في مدينه الجديده في الساحه هنا اللي حدا المرسى، يعملوا لنا شاشه كبيره ان شاء الله اللي يقدر زعما الجمهور الجديد كامل يجي يحضر هنا باش يتفرج فيها. حيت كن تمشي كتريح في قهوه خاصك قليله واحد 50 درهم. كنطالبوا من المسؤولين ديال هاد البلاد هادي باذن الله سبحانه وتعالى راه غادي مزيان، ولكن عندنا مشكل مادي، يعني الشعب ماشي كلشي بحال كلشي عنده الفلوس كلشي باستطاعته انه ياخذ التلفازه ويتفرج او يريح في اي مقهى. هاد المقاهي يزادوا في الاسعار هاد الايام بمناسبه المنتخب الوطني بفوز ديالو العظيم اللي كنا كنتشاضروا من شحال هذا، ولكن حشوم هاد الاسعار. ممكنش دابا انا خدام في المرسى ما عنديش فاش غنتفرج، تدخل القهوه كيقول لك 30 درهم وانا باستطاعتي شي مول نشرب قهوه ب 7 درهم. اللي كنطالب المسؤولين بانهم يدمجوا ما بيناتنا الفقراء والاغنياء في جميع المقاهي في جميع المدن في الشوارع العامه، يوضعوا لنا شي شاشه كبرى في ساحه المدن باش يمكن لنا نتفرجوا في الراحه ديالنا. اولا وقبل كل شيء كنهنئوا صاحب جلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي بفوز المنتخب المغربي وتاهله للدور الثاني. الموضوع ديالنا هو الموضوع كيخص المنتخب الوطني والجماهير المغربيه. اليوم صبحنا في مدينه جديده كنشوفوا واحد الظاهره ديال اصحاب بعض المقاهي كي داو واحد التسعيره اللي هي صعيبه على 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 بعض المواطنين. اللي صبحنا كنشوفوا ان بعض المقاهي كدير الثمن ديال 120 درهم 130 درهم وابسطهم كيديروا 30 درهم. يعني احنا هذا 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 حب الوطن، ما يمكنش لينا حنايا نكرهوا شي واحد فيه. هذه مباراه جيه كنطالبوا من جهات المسؤوله من عامل الاقليم مدينه الجده من رئيس مجلس البلدي باش يقوموا بتنصيب واحد الشاشه الكترونيه في هذه الساحه اللي كنشوفوها احنا في الخلف ديالنا باش يستافدوا منها المواطنين ديال مدينه الجديده اللي هما ما قادرينش على هذيك هذاك التسعيره ديال 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 ديك المقاهي، وعندهم ابناء وعندهم كيف كنعرفوا احنا الظروف حاليا ديال الشعب المغربي والاقتصاد كيف داير دابا حاليا مضاهر كل شيء من بعد ازمه كورونا. رساله شي لهذا المجلس، هذا الشيء ما غيكلفش شي تكلفه كبيره. كيف ما شاهدنا في المقابلات السابقة أمهات ونساء وأطفال وشابات اللي ما قدروش أنهم يولجوا للمقاهي اللي ما كيتعرضوا له من يعني مضايقات، وكما كنعرفوا احنا في المقاهي فماشي كل شيء بإمكانه أنه يدخل المقاهي، لأن المقهى ما يمكنش تدخل لها الأم ديالي، ما يمكنش يدخل لها الأخت ديالي، لأن كنشوفوا كاين اكتضاض وكاين بزاف العوامل اللي ما يمكنش كتسمحش لهذه الفئة أنها تدخل، وحتى الفئه ديال المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. بصراحه فاحنا كنطلبوا من رئيس المجلس البلدي وكنطلبوا من العماله انها تدخل وتدير واحد الشاشات عملاقه، يعني جد سهل هذا الشيء، ماشي شي حاجه اللي طالب غنطلبوه من 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 الجهات المسؤوله على ذلك، لانه طلب بسيط. فهذا طلب ديال المواطنين كيحبوا الوطن ديالهم وباغيين يفرحوا بهذا الانجاز اللي يعني قاموا به هاد الشبان ديال المنتخب ديال المنتخب المغربي اللي تقاتلوا وبينوا على حب الوطن ديالهم. فاحنا حنا بغينا نبينوا على الحب ديال الوطن ديالنا، وبغينا هاد الساحه ولا ساحات اخرى انها تمتلئ عن اخرها، لان حدث ما غيتعاودش. يعني صعيب انك غتوصل لهذا الانجاز اللي وصلنا ليه حاليا، فهو غيبقى للتاريخ بطبيعه الحال. فالجديدين ما معرفش عليهم الشغب، جديدين الناس يعني باغين غير السلامه وباغين غير يتفرجوا، عندهم حب الغيره ديال الوطن ديالهم. ما غيكونش مشكل امني بطبيعه الحال، لان هذا الشيء ما سبق الدار في مجالس اخرى وفي في هذه التظاهرات الكبرى ديال المنتخب الوطني. فكنظن انه ما غيكونش مشكل امني، لان احنا الحمد لله مدينه الجديده مدينه يعني كل الامن كاين كل شيء، حتى الناس ديالها فهم الناس بسطاء ما عندهمش ما كاينش الشغب.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.